السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، بارك الله فيكم. هذا الجهاز، هل تعلمون ما هذا الجهاز وماذا يمكننا العمل به؟ بهذا الجهاز يمكننا ربط الفار بالهاتف أو جهاز USB بالهاتف أو ربط أي شيء يتوفر على يتوفر على USB بالهاتف. هذا الجهاز متوفر في السوق بثمن جد مناسب. هذا هو الجهاز، ما المنفذ الذي في الهاتف ومنفذ USB، منفذ الهاتف ومنفذ USB. نضع هذه الجهاز في الهاتف والجهة الأخرى نضع عليها USB أو أي شيء نريد قراءته على الهاتف، مثلا قم بالتصوير بالهاتف. هكذا جهاز USB نربطه بالهاتف من هنا من هذا المكان، لا داعي للبحث عن أي الكمبيوتر أو شيء آخر لربط جهازنا USB بالهاتف أو لقراءته أو لمعرفة ما بداخله. لا داعي للبحث دائما عن الكمبيوتر أو الPC. وبهذا الجهاز يمكننا الاستغناء عن شاشة اللمس، أي شاشة البصمات كما يقال على الهاتف، فقط بربط فارة الحاسوب، قبضت الهاتف بيدي هكذا. ونضع هذا الجهاز في الهاتف ونقوم باستعمال الماوس مثل الحاسوب. نستعمل الماوس بدلا من شاشة اللمس. ويمكننا بهذا الجهاز ربط عدة أشياء أخرى مثل أي شيء، أي شيء يتوفر من المصباح USB أو أي شيء آخر أو أزرار للحاسوب أو أي شيء يتوفر على USB يمكننا أن نربطه بالهاتف، الكلافي أو أي شيء آخر. إذا أعجبك هذا الفيديو أو هذه الطريقة لا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة. شكرا لك.